بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام في كل مكان أينما كنتم، انطلاقاتنا مستمرة وتحدياتنا أيضا تستمر في هذا الشوط نحو المركز الأول. نسير وياكم لشوطنا الخامس في مجموعة الأشواط. هنا الشامخ محمد بن الحميدي الوهيبي من ينطلق ويفتتح النداء نحو المركز الأول. المركز الثاني الشاهنية رايد بن هلال المعمري نحو المركز الثاني، ما في المركز الثالث شواهين أحمود بن عمير الحجري على المركز الثالث والمركز الرابع، أيضا حضور عوض بن سليمان السعدي على المركز الرابع والمركز الخامس، القدوم من الشاهنية ناصر بن محمد الدويكي على المركز الخامس. هذا النداء الخمسة المراكز الأولى المتقدمة. أعود إلى صدارة هذا الشوط إلى الشاهنية في المركز الأول نحو قيادة هذا الشوط. من ينطلق مع المركز الأول رايد بن هلال، أيضا هناك بن طلال المعمري نحو المركز الأول. يا بن طلال من يتقدم مع المركز الأول؟ المركز الثاني الشاهنية ناصر بن محمد الدويكي على المركز الثاني. المركز الثالث شواهين أحمود بن عمير الحجري نحو المركز الثالث. المركز الرابع الشاهنية سالم بن شطيط المالكي على رابع المراكز. خامس المراكز الوصول والتقدم من شعار أحمود بن عمير الحجري، لكن المعمري نحو المركز الأول من انطلق نحو الناموس والانتصار وبقيادة الشاهنية رايد بن طلال المعمري. هي من تغرد خارج السرب نحو المركز الأول نحو صدارة هذا الشوط منتزعا باحثا الناموس والانتصار. نهانينا بنقول حتى هذه اللحظات وعند الأمتار الأخير هنا مع المركز الأول مع المعمري صاحبة إنجاز أيضا في أيضا في الاشتراكات السابقة، لكن القدوم وصلوا في هذه اللحظات. وصل شعار الدويكي مع الشاهنية ناصر بن محمد الدويكي نحو المركز الأول من ينطلق نحو الصدارة نحو قيادة هذا الشوط. تهانينا بنقول لمالك الشاهنية رايد بن طلال المعمري من تنتزع شوطنا هذا في الأمتار الأخيرة، لكن شعار المالكي بن شطيط في الأمتار الأخيرة في الأمتار الحجر في الأمتار الأخيرة في الأمتار المجنونة سالم بن طيب المالكي من فاجأنا في الأمتار الأخيرة. تهانينا الناموس المركز الثاني، أيضا الشاهنية رايد بن طلال المعمري المركز الثالث، أيضا بشعار محمد بن ناصر الدويكي مع الشاهنية. التوقيت الزمني دقيقتين 48 هو التوقيت الزمني لهذا الشوط.